صباح الخير أحبائي، اليوم سنحل تمرينا صغيرا. أرتب الكلمات الآتية لأحصل على جملة. أرتب الكلمات الآتية لأحصل على جملة. لدينا هنا كلمات مبعثرة. ما معنى مبعثرة؟ غير مرتبة. فلنقرأها: رامي رامي، على قعد قعد، دنيا دنيا، مقعد مقعدي. وماذا يوجد هنا؟ نقطة. إذن رامي على قاعدة دنيا مقعدي نقطة. الآن سنرتب هذه الكلمات لنحصل هنا على جملة صحيحة لها معنى. هيا يا أصدقائي على دفتر النسخ، فنرتب هذه الكلمات لنحصل على جملة. أنسخ بخط مرتب. أنسخ بخط مرتب. دخل دخل رامي. دخل رامي إلى صف دنيا. دخل رامي إلى صف دنيا. فلننسخ هذه الجملة على دفتر النسخ أيضا بخط جميل ومرتب. إلى اللقاء.